تواصلت احتجاجات الشعب الإيراني المضطهد ضد نظام الولي الفقيه الذي أنهك الدولة الإيرانية بالفساد ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة. واستمرت الاحتجاجات في جنوب إيران رفضا لسياسات النظام، حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن بعد يوم من إصابة عدة محتجين في مواجهات ليلية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية. يأتي ذلك فيما تستمر المظاهرات الحاشدة للمواطنين في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية، خصوصا في العاصمة طهران، والتي طالب خلالها المتظاهرون بإسقاط نظام الولي الفقيه واستبداله بنظام ديمقراطي يحفظ حقوق الشعب المنتهكة ويوقف المجازر المستمرة ضد المواطنين والسجناء.